خلينا ناخد مع دكتور حسام حداد، باحث في شؤون الحركات الإسلامية. مساء الخير أستاذ حسام. مساء الخير يا فندم، أنا حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، يعني بداية بمناسبة العيد، وخليني أعرف من حضرتك شايف البيان اللي طلع من مكملين ده إزاي، وإيه القادم لمكملين الفترة الجاية؟ وحضرتك طيبة يا فندم وكل المشاهدين بخير بمناسبة الأعياد القبطية والأعياد الإسلامية. بالنسبة للبيان اللي طلعته قناة مكملين، هو بيان طبيعي جدا، كنا منتظرينه من فترة طويلة مش من دلوقتي، في سنة تقريبا، وتركيا بتضايق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي المتواجد هناك، بحكم التعاون أو مرحلة التقارب بين مصر وتركيا الفترة الماضية وبين مصر وقطر، ومحاولة تركيا إعادة التواجد مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. والنهاردة احنا شفنا الرئيس التركي راح السعودية عشان يعيد العلاقات مرة تانية مع السعودية ومع الإمارات وغيرها. كل ده بيبعد جماعة الإخوان المسلمين عن الساحة، لأن ده كان الشرط الرئيسي لإعادة العلاقات مع النظام التركي، هو عدم التعاون مع جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي. أما مكملين وجودها فيما بعد، أنا ما أعتقدش أنها تستطيع أنها تجد تمويل تعيد بس مرة أخرى من لندن أو من دولة أخرى، خصوصا أن الحكومة البريطانية وفي مجلس الوردات البريطاني بيحاول جاهدا أن هو يعلن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، وده حسب الضغوط اللي وقعت فيها الفترة اللي فاتت، سواء كان ضغوط في الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو في بريطانيا تحديدا، لأن التوسعات الإخوانية في منطقة أوروبا أضرت كتير جدا بالمصالح الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، وخلاص وخصوصا مشكلة الغاز اللي فيها أوروبا دلوقتي، وهي محتاجة غاز بشكل عام من المنطقة بعد قطع الغاز السوفيتي الروسي عنها، فهم عايزين العلاقات مع الدول العربية أو الدول منطقة الشرق الأوسط، ووجود الإخوان هيبقى عائق في سبيل هذا التعاون أو كده. الدكتور خليني أسأل حضرتك، يعني حضرتك شايف إن هم خلاص ممكن ما يبقاش فيه رجوع مرة أخرى من مكان آخر؟ لا، هو صعب في الفترة الحالية، خصوصا إن في تكفيف لمنابع التمويل. أصل هم بيقتاتوا على ده، يعني ده فكرة كده إن هم بيموتوا، هل كمان ممكن يكون في تسليم لبعض العناصر المطلوبة أمنية؟ مسألة التسليم دي برضو فيها كلام، لأن معظم العناصر اللي متواجدة في تركيا بقالهم سنة تقريبا بيحاولوا يخرجوا بره تركيا. في مجموعة، يعني محمد الصغير راح أفغانستان من قبل شهر رمضان مباشرة وقابل وزراء في طالبان، بحيث ان هو زي ما قلنا في سبتمبر الماضي ان أفغانستان تكون ملاذ آمن لبعض العناصر الموجودة في تركيا، خصوصا العناصر الفقيرة، مش عناصر رجال الأعمال أو العناصر القيادية. أما العناصر القيادية فليها اوريدي ليها أماكن وجود في لندن وهولندا والنرويج وغيرها من بعض الدول الأوروبية، فاحتمال يروحوا هناك. ولكن التمويل صعب جدا لسبب بسيط جدا، الانقسام اللي حصل في جسم الجماعة نفسه، ومحمود حسين لما خرج بره إطار الشرعي في مكتب الإرشاد وعمل مشاكل مع إبراهيم منير، وإبراهيم منير أقر إن هم المكتب وحل المكتب تركيا، وإبراهيم منير معاه معظم مدخلات الاقتصاد الإخواني الحالي بحكم إن هو نائب المرشد كويس، فقطع خط الإمداد على مجموعة تركيا، وده شفناه في أكتر من حالة، ومجموعة تركيا اللي كانت مطلعة قناة مكملين وغيرها، فمجموعة تركيا دلوقتي بتعاني رغم وجود فيها بعض رجال الأعمال إنهم مش هيدفعوا فلوسهم عشان قناة، إنما ياخدوا من فلوس الجماعة. هل ممكن فلوس الجماعة مع إبراهيم منير؟ هل ممكن الخطوة الجاية تبقى من قناة الجزيرة، وبرضو يمكن برغم التقارب المصري القطري اللي كان حاصل الأيام اللي فاتت؟ صعب جدا قناة الجزيرة تاخد الموقف اللي كانت واخداه قبل كده، لكن على الأقل الخط اللي هو المعادي لمصر. لا، انا بقول لحضرتك صعب جدا انها ترجع في القرار ده تاني لسبب بسيط جدا، ان خلاص النظام القطري والنظام التركي
أقروا وأيقنوا إن هم طول ما هم خارج الإطار العربي اللي هو خارج مصر والسعودية والإمارات فهم الخسرانين أكتر، والمسألة في السياسة لعبة مصالح، فهي مصالحهم مع مصر والإمارات والسعودية مش مصالحهم مع الجماعة. بس يعني عارف يا دكتور دائما المصالح بتحكمها كده. من فترة المفاوضات والكلام وكل شوية بنقول تقارب تركي تقارب قطري، وبنيجي عند نقطة قفل القناة دي، وده أنا عارف أنه شرط أساسي من الإدارة المصرية ما كانش بيحصل، لكن أنه يؤخذ المرة دي وبالشكل الجاد والسريع والمباشر أنه يطلع بيان بغلق القناة، لدرجة أن حتى العاملين فيها عاملين إضراب، واضح أن هم نفسهم اتفاجئوا بالقرار زينا يعني. أيوة طبعا هم فده واضح أن في المرة دي توجه يعني بشكل مباشر للمصالحة بشكل يعني واضح يعني. هو خلاص في العالم كله بيتم إعادة هيكلته وإعادة تشكيله مرة أخرى، والأزمة الروسية الأوكرانية فتحت كتير من المسائل اللي كانت مغلقة، وأصبح هناك لابد أن أنت تنضم إلى إقليمك الاقتصادي والسياسي عشان تقدر تواجه العالم الفترة اللي جاية. والأزمة الاقتصادية برضو عملت كتير جدا في كشف الأمور على وضعها الطبيعي، وإن التكوين الإقليمي أو التجمع الإقليمي ده هيكون مهم جدا الفترة الجاية، لأن الدول دلوقتي في دول أعلنت إفلاسها بالفعل، فصعب جدا إن أنت تكون مفرد لوحدك بعيد عن سياقك الإقليمي أو تجمعك الإقليمي. وتركيا وقطر عرفوا المسألة دي كويس، عشان كده بدأوا ياخدوا قرارات فعلية واضحة وصريحة جدا في هل ممكن نشوف ده في القنوات الباقية منهم، ولا هيسيب منفذ قناة الشرق أو قناة العرب؟ لا أعتقد أن معظم القنوات في سبيلها الإغراق، لأن هي مسألة تمويل، فطالما أنت جففت منابع التمويل خلاص القناة بتقع لوحدها. تمام، بشكر حضرتك جدا استاذ حسام الحداد، باحث في شؤون الحركات الإسلامية.